بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا كان الختام مسكا، ختاما رائعا حول هذه الشخصية العظيمة، شخصية الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو، هذا العلم البارز الذي قدم قلمه وأدبه وفكره ونضاله الوطني لخدمة الجزائر، في نهاية المطاف قدم روحه في سبيل الوطن وفي سبيل الله. فهذا أقل شيء أن نحيي ذكراه، أن ندرس أدبه وأن نلتفت إلى تراثه، نقدمه للباحثين والدارسين والمثقفين لكي نحيا على ذكراه الطيب. سي عبد الملك عتيق، رئيس جمعية الخلدونية، الملتقى اليوم في يومه الأخير، ماذا تقول عن الملتقى الوطني 14 الأخير؟ يحط رحلته الأخيرة وليس في يومه الثالث، وكان طبعا مداخلات ومحاضرات وإلقاء بعض القصائد الشعرية، كذلك كان تكريم للأساتذة والدكاترة المحاضرين والذين نقبوا ونبشوا في شخصية الأستاذ أو الشهيد الأديب أحمد رضا حوحو. فكان هذا اليوم ختاما لهذه الفعاليات طيلة 3 أيام من الدراسة والبحث والتنقيب. وكعادتها الجمعية وضعت بعض الهدايا التكريمية الرمزية للأساتذة الذين يعني صبروا معنا وتركوا انشغالاتهم الأهل والولد وجاءوا للمشاركة في هذا الملتقى. ربما من أهم التوصيات هي قضية الاعتراف، وهذا هو الهدف الأساسي. الفكرة الأولى التي جاءت لدراسة هذه الشخصية، الفكرة الأولى هو رد الاعتبار لهذه الشخصية العظيمة، عملاقة من عمالقة الوطن الجزائري، رد الاعتبار من ناحية الاعتراف له بالشهادة، أن كانت استشهاده يعني استشهاد على يد الاستدمار الفرنسي ولم يعطى حقه في الاعتراف، ولهذا رفعنا الطلب لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لاسترجاع أو الاعتراف وإعطاء حقه في هذا المجال. التوفيق أستاذنا، بارك الله فيك.